السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناعة احباب رسول كان مسموع نقدم لكم مقتطفات من كتاب رقائق القرآن، الحلقة الرابعة. قال الثعلبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمد، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي نزلت بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها ودابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة إذا هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. الحقيقة أن القلب إذا قسى خسر القدرة على الاتصال بالله سبحانه وتعالى ومناجاته والتشرف بالانطراح بين يديه، وهذه اللحظات التي يتقلب فيها القلب بين يدي الله هي من أرقى وأجمل وألذ لحظات الدنيا. الكثير منا حين يدعو يسأل الله أن يحقق له آمالا معينة في الدنيا والآخرة، ولكن القليل منا من يتفطن إلى سؤال الله العون على العبادات العظيمة. تأمل لجوء وتضرع خليل الله إبراهيم إذ قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. والله إنه لأمر محرج أن يكون الله يوضح لنا أن من أغراض الوحي تنبيه الناس على لقائه، ونحن غافلون عن هذه الغاية القرآنية العظيمة. هل نحن حين نتلو القرآن نستحضر أن من مقاصد القرآن تعميق استحضار اليوم الآخر في النفوس؟ هل منحنا للآيات التي تصور مشاهد اليوم الآخر منزلتها التي تستحقها؟ فحتى لو سلمت من خطر معين فسيظل المتاع قليلا، وسيأتي خطر لن تفر منه. وصور القرآن معنى آخر قريبا من الفرار، وهو التحايد، ذلك أن الفرار ابتعاد عن موضع الخطر، وأما التحايد فهو أشبه بمحاولة تحاشي عن سهام الموت. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولا ينفع الفرار ولا ينفع التحايد، وستأتي قريبا ساعة الانتقال للدار الأبدية. وقد يتصور كثير من الناس أن قسوة القلب مجرد ثور المعصية، ويغفل الكثيرون عن أن قسوة القلب قد تكون نتيجة وعقوبة من الله على المعصية ذاتها، فيعاقب الله العبد إذا عصاه بأن يسلط عليه قسوة القلب، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن أهم ما يصنعه استحضار لقاء الله تعالى في النفوس الزهد في الفضول، وفضول النظر، وفضول السماع، وفضول الكلام، وفضول الخلطة، وفضول النوم، وفضول تصفح الإنترنت ونحوها. فيصبح المرء لا ينفق نظره وسمعه ووقته إلا بحسب الحاجة فقط. تأمل هذه الساعات التي فاتت من ظهر اليوم أو من عصر اليوم أو السهرة قضيتها البارحة، هذه الساعات التي فاتت ذهبت علي وعليك، هذه الساعات سلخت من أعمارنا ولن تعود أبدا. فإن كنا عمرناها بتسبيح وتحميد وتكبير وسجدة أو مدارسة علم نافع أو مصلحة للمسلمين، فإنها ستكون شاهدة غدا في صحائفنا، تبيض وجوهنا وتسرنا في اليوم العصيب. وإن ذهبت هذه الساعات من نهار اليوم وليله سدى، فيا حسرتنا ويا غبننا في فرصة أعطت لنا ثم سحبت ولم نستغلها، ساعات كانت لنا ثم ذهبت. نعم ذهبت ولن تعود، انتهى العصر، انتهت الفرصة. من الأشياء التي أبتهج بها نفسي حين تهادى إلى أذني صوت أحد كبار السن ويذكر الله، لا أدري لماذا يكون لزج ذي الشيبة بالتسبيح وقع تنفسح به أرجاء النفس، وأحس بسكينة جميلة تتهادى في المكان، وكأن جلبة ودويا يغادران من حولنا.
يا الله، كيف هذا الإنسان جبار السماوات والأرض وينصرف قلبه لمخلوق ضعيف مثله يتوسل مديحه ويتزين لثنائه؟ وأين الله من الناس؟